السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبيبه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب باذن الله. بقى في الفيديو ده عامله معاكم كرمشات جميله جدا، سناكس كده كده، حاجات كده بالليل كده للاطفال كده تغنيهم عن الشيبسيات. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا جدا، والله طعمها جميل جدا، هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا كده هنسمي بسم الله كده ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انزلوا الاول كده اضغطوا على اللايك والاشتراك، شجعوني. تعالوا حبايبي كده نسمي بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب باذن الله. بقى في الفيديو ده هعمل معاكم كده سناكس كده بديل الشيبسيات، بديل الكاراتيه، بديل الحاجات دي كلها بقى كده وانتوا قاعدين في السهرة، الولاد يعني تحببوهم كده في الحاجة. هنعمل لهم حاجات كده بسيطة بدل ما رايحين جايين بقى على المحلات ويشتروا حاجات مليانة مواد حافظة، و حاجة في البيت وانتي في البيت كده وطعمها حلو. انا معايا خلاص المكرونة كده، بصوا سلقتها، انا بسلق المكرونة 80% بس، ما بكترش اكتر من كده. بصوا مكرونه مسلوقه معايا 80%، ماسكه نفسها، ماسكه نفسها خالص، بصوا ماسكه نفسها جدا جدا. معايا هنا المكرونه دي اهي، اشكال كده الاطفال بتحب الاشكال دي قوي. ومعايا المكرونه القلم، بصوا زي ما انا قلت لكم انا سلقه المكرونه دي بقالي دلوقتي حوالي مثلا ساعتين ولا حاجه، سبتها تنشف خالص خالص من الميه، بصوا في مصفه كده معاكي لحد لما تنشف خالص. تعالوا بقى كده هنسمي بسم الله كده مع بعض. انا هعملها معاكم بقى بطريقتين ان شاء الله، زي ما قلت لكم هعملها معاكم مقليه في الزيت وهعملها معاكم في الفرن ان شاء الله. انا معايا هنا في الطبق هنزل كده بالمكرونه، هسيب شويه طبعا عشان اقلي في الزيت، بس مش هسيب كتير، انا ما بحبش الصراحه بتاعه الزيت خالص، ما بحبش اي حاجه مقليه يعني، فهقلي بس معاكم عشان اوريكم النتيجه عامله ازاي. برده هنا شويه اهو، وهنا كمل بقى بقيه الكميه. تعالوا بقى كده هنشوف التوابل معايا ايه. معايا نص معلقه بابريكا، نص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر، ومعايا ربع معلقه كركم، ومعايا ربع معلقه جنزبيل، ومعايا ربع معلقه شطه، شطه حمراء اهي، ومعايا نص معلقه ملح، ما تكترش اكتر من كده. معايا مكعب مرق دجاج، مرق الدجاج دي بتدي طعم حلو قوي بصراحه، بتدي طعم حلو يعني، بتديكوا طعم الشيبسي الجاهز. معايا بقى معلقه زيت عشان خاطر اللي احنا هنستخدمها مع بعض في الفرن، فهنستخدم ماء دلوقتي كده. خلاص هنحط بقى الحاجات دي كلها على جنب، نجيب بقى الطبق بتاعي اهو، هنزل كده بقى بالتوابل كلها، هنزل بقى بالتوابل كلها كده مقلبهم في بعض بالراحه خالص اهو. تقلبي بقى كده ايه التوابل كلها معاكي. هجيب بقى مكعب المرق كده، بس كده اهو خلاص، هنزل كده مكعب المرق، بصي هرسته خالص، بصي يعني اهرسيه خالص، افرك كده مكعب المرق معاكي حلو. اقلب بقى كده الكلام ده كله. انا هقول لكم دلوقتي هجيب الصينيه احسن في التقليب بصراحه، تكون اوسع معايا الصينيه اللي هسوي فيها. بصي هنزل كده كويس جدا جدا معاكي في الصينيه عادي، كلهم مع بعض عادي، وهما كده كده هيتحمروا مع بعض وهيطلعوا ان شاء الله باذن الله مقرمشين. بصوا زي ما قلت لكم اهي، فكوها بس فككوها كده من بعضها عشان ما تطلعش في الاخر ماسكه بعضها كده بقى كده اهو. بصوا غلفت التوابل المكرونه، غلفتها بالتوابل كلها، خلاها كلها متغلفه كده خلاص اهو. هجيب دلوقتي معلقه الزيت، معلقه الزيت اللي معايا اهي على الوش كده، على فرن بقى هادي خالص، يعني خلي الفرن معاكي يكون هادي على 170 مثلا، شغال من فوق ومن تحت. وهندخلها بقى دلوقتي في الرف اللي في النص. المكرونه اهي، بصوا ده الدور التاني، هنزل كده بواحده بس، اختبر بس كده الزيت معايا اهو، بصوا هنزل بقى بالكميه كلها. خلاص كده يا حبايبي، بصوا بقى في الفرن كل شويه بقى كده تقلبها كده في الفرن، تخرجها بره يعني بره كده الفرن، واقلبها وادخلها تاني. هي خلاص ما شاء الله كده جاهزه معايا. بصوا بقى القرمشه، بصوا ما شاء الله اللون، عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا يعني. الطبق ده ما شاء الله ما عادش حاجه خالص، الاطفال حبته جدا جدا. عايزه اقول لكم مرمشات بجد طعمها حلو، خفيفه صحيه،
مكرونه ينفع تاكلوا معاها بانيه. عايزه اقول لكم هتشوفوا دلوقتي ينفع بقى تاكلوا معاها بانيه، ينفع بقى تاكلوا معاها حاجات كده كتير كانها وجبه يعني سناكس كده بالليل وانتوا قاعدين. عايزه اقول لكم اهم حاجه عشان ما تتخنش، زي ما انا قلت لكم تسلقوا المكرونه 80% بس، تدخل الفرن تاخد اللون وتاخد القرمشه الجميله دي. بكده يا حبايبي تضمنوا بقى ان شاء الله تكون صحيه معاكم وتكون وجبه صحيه جدا. ويا سلام بقى لو مستخدمين مكرونه نوعها كويس فما تخافيش ابدا ان شاء الله. بصوا بقى، بصوا حبايبي، بصوا القرمشه، بصوا زي ما شفتوا بالظبط، زي ما انا عملت بالظبط في الثانيه، زي ما انا قلت لكم انا عملت اللي هي في الطاسه الزيت اهي، عملت بقى اللي هي المقليه. بصوا عايزه اقول لكم بتقرمش اهو اهو، بتقرمش جدا، بتقرمش يعني انا هقول لكم مش بتقرمش، لا بتقرمش اهي. بصوا نفصصها كده من بعضها، بصوا اهي، بصوا بتقرمش اهي، تطلع معاكم فرفطاها كده من بعضها، كله قدامكم، انا مش هعمل حاجه من وراكم، والله كله قدامكم زي ما قلت لكم، زي ما التجربه بتطلع معايا هعملها معاكم اهي. بس الفرق بصوا ايدي، بس بصوا بص الفرق ايه ده عملت ازاي. طبعا هجيب مناديل دلوقتي، خلاص بين الفرق بقى دي، بصوا بقى كده معايا، بصوا ما شاء الله، بصوا اهي ما فيهاش زيت اصلا، يعني احنا معلقه زيت واحده بس في الكميه دي كلها، يعني ما شاء الله عملنا طبق حلو قوي من معلقه زيت واحده بس، ايه رشه والله، معلقه زيت صغيره كمان مش كبيره، طلعنا معانا. عايزه اقول لكم التوابل اللي استخدمناها بتدي طعم تحفه، بتدي طعم جميل جدا جدا جدا، طعم بصراحه يعني كانك جايبه دوريتوس، كانك جايبه شيبسي ايه، كانك جايبه حاجات بقى من المقرمشات اللي في المقله، مديكي طعم جميل جدا جدا والله، مديه طعم جميل قوي. انا عايزه اقول لكم كل ما اروح كنت اقلبها في الفرن اخد كام واحده كده من حلاوه الطعم بتاعها. بصوا جميله، بصوا جميل جدا جدا، مقرمش وحلو قوي، بصوا اهي ديكي طعم قرمشه تحفه جميله جدا جدا، وفي نفس الوقت طريه للاطفال يعرفوا ياكلوها، مش اللي هي القرمشه زي، بصوا طعمها تحفه جميله جدا جدا جدا. اخدت وقتها قد ايه في الفرن؟ كنت مشغله الثلاثه مع بعض، اخدت مني في الفرن بقالها دلوقتي 10 دقائق، بقالها دلوقتي 10 دقائق على نار 170، النار بتاعتي كنت مخليه الفرن بتاعي على 170، اخدت معايا 10 دقائق وطلعت معايا بالقرمشه، بصوا والله العظيم جميله جدا جدا جدا. بالنسبه لدي اديها، مش اديها حاجه خالص صراحه، يعني بصوا المقلي في الزيت طالع ذهبي وكل حاجه ولونها بصوا عامل ازاي وجميله وبتاع، بس شرطه كميه زيت لا باس بها، والله الابن جه ياكل منها قلت له لا ما تاكلهاش والله. فبصوا ده يعني الفرق بين ده وده اهي، فرق بين السماء والارض زي ما بيقولوا، والله العظيم تاكلي طبق منها. بصوا الاشكال دي شكلها حلو قوي، كمان المكرونه القلم شكلها جميل قوي وطعمها حلو. بصوا سناكس كده خفيف، عايزه اقول لكم ينفع جدا كده تاكلوه، تعملوا معاه بانيه وتاكلوه، ينفع جدا، عايزه اقول لك مع البانيه يكون جميل قوي كوجبه غدا، كمان كوجبه عشاء، سناكس كده وانتوا قاعدين، سناكس كده تستلوا كده فيه، حاجات كلها طبيعيه طعمها حلو ان شاء الله، باذن الله يعجبكم ان شاء الله. احنا في انتظار ام علي وابو علي وعيلته ابو علي كلها. احنا في انتظار ام علي، عايزه اقول لكم بجد يعني انا كل مره حاسه كترتها عليكم، عايزه اقول لكم قللوا على قد ما تقدروا الزيوت، بصوا يعني الفرق بين ده وبين ده بين السماء والارض. انا عايزه اقول لكم بقى خلاص كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان خلاص على الابواب ان شاء الله. عايزه اقول لكم انا الحاجه الوحيده اللي بقى ليها طول يعني ممكن مدار شهر كامل الشيبسي، عايزه اقول لكم الشيبسي في رمضان عندي كل يوم على الفطار، كل يوم على الفطار، بس بيكون مقلي في طاسه زيت بس بيطلع معايا كده، بصوا المنظر ده، بصوا القرمشه دي. عايزه اقول لك ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم شيبسي والله 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 باذن الله احلى من الجاهز، انا عايزه اقول لك احلى من الجاهز، وتعملي طبق كل يوم ما شاء الله قد كده، يعني من حاجات مش حاجه بسيطه جدا جدا، هطلع معاكي الشيبسي كل يوم، ايدك اصلا ما تتبهدلش منه، يعني انت لو ماسكه الشيبسي في ايدك كده وبتحطيه في ايدك كده مش هيبهدل ايدك زيت ومش هيجي على ايدك زيت، بس ده ان شاء الله في رمضان باذن الله، عشان انا اصلا ما بعملش غير في رمضان، بس بعمله كل يوم، كل يوم على الفطار لازم مع طبق السلطه، لازم طبق الشيبسي الكبير ده لازم ان
شوف بقى ام علي بقى. خلاص يا حبايبي كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. انا كنت هحذف المقاطع دي كلها بس انا قلت كده تعيشوا معايا يوم كده جوه المطبخ كده نعيش نتكلم مع بعض. انا بحبكم جدا في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.